وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أولا، لأول مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في هذه القمة بعد انضمام مصر إلى التجمع، هذا بالإضافة لإشادة وزير الخارجية المصري بما تعول عليه مصر والدول دول الجنوب في إيصال صوتها. هنا أهمية هذه القمة لنقل صوت ورؤية الجنوب والدول النامية وفتح مجالات للتعاون والشراكات الاقتصادية فيما بين هذه الدول. بلا شك أنه تحالف البريكس هو يعتبر أحد الأقطاب الاقتصادية الجديدة الموجودة حاليا في العالم، بيستهدف الدول النامية والدول أيضا المتقدمة اقتصادية. هذا التحالف يضم مجموعة من الدول، الآن أصبحوا 9 دول. هذه 9 دول يعني تمثل أكثر من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فهي قوة اقتصادية، ومن ثم يحاول هذا التحالف أن يوصل صوته وأن يكون أحد الأقطاب الاقتصادية كبديل عن هيمنة وسيطرة الدولار. لا شك أن وجود الدولة المصرية في هذا التحالف يحقق كثير من المكاسب. يمكن نكفي أن نقول أن يعني لدينا فرصة سانحة أن نعرض حجم التسهيلات الموجودة لدى الدولة المصرية، القدرة على جذب الاستثمارات، توطين التكنولوجيا، أيضا جذب الوفود السياحية من دول متعددة ودول جديدة، حجم التبادل التجاري الذي يمكن أن يتم بالعملة المحلية جزئيا في حدود ما يتم الاستيراد وتصديره من خلال العملات المحلية المتوازية بين الدول الأعضاء بعضها البعض. كل دي فرص سانحة أمام الدولة المصرية أنها تتحقق مكاسب اقتصادية من تواجدها داخل هذا التحالف، الذي أعتقد أنه خلال الفترة القادمة يعني هيكون بمثابة أحد أهم المجموعات أو التحالفات الاقتصادية. بالإضافة أنه ممكن من خلال هذا التحالف أن مصر تتعاون مع البنك التنمية الجديد، ويعتبر هذا البنك يعني منافس للبنك الدولي، ومن ثم يكون هناك مشروعات تنموية تستطيع الدولة المصرية تنفذها من خلال التعاون مع بنك التنمية الجديد بشكل أفضل، وأيضا بأمر ميسر عما كان عليه الوضع حاليا. يعني فرص الشراكات الاقتصادية ما بين هذه الدول، التبادل التجاري فيما بينها، فكرة تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول بعضها البعض. يمكن احنا شفنا خلال الفترة الماضية تحالفات تعزيزات تجارية ما بين الصين وروسيا وأيضا الهند بالعملة المحلية، أيضا التعامل ما بين كان البرازيل وبين أحد الدول يمكن كانت المفروض أنها تنضم وما انضمتش لدولة الأرجنتين أيضا بعملة موحدة بينهم، وبالتالي فرص الشراكات وتعزيزها بين الدول الأعضاء أعتقد أنها كبيرة جدا، لا سيما أن هناك يمكن نوع من أنواع التبادل التجاري. يعني مصر حجم تبادلها مع دول أعضاء البريكس سنويا ازداد عن 60 مليار دولار سنويا، وهذا رقم كبير، وبالتالي تستطيع الدولة المصرية أنها تتعاون اقتصاديا، لا سيما أن احنا لدينا شراكة استراتيجية مع روسيا وشراكة استراتيجية اقتصادية مع الصين، ومن ثم يتيح لنا التعاون الاقتصادي بشكل أفضل. جزيل الشكر دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.